أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة استقبلت ما يقرب من 9000 حاج من ضيوف الرحمن المصريين، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والوقائية لهم، كما وصل عدد الحالات المرضية بالمستشفيات السعودية إلى 4 حالات ووضعها الطبي مستقرة، ولم يتم رصد أي حالة وبائية بينهم. حملات مرورية وجولات مفاجئة تقوم بها فرق البعثة الطبية على مدار الساعة بعياداتها كافة التي يقطن بها الحجاج المصريين بمكة المكرمة للوقوف على أداء وجودة الخدمة الطبية التي تقدم لهم أينما كانوا، وتذليل المعوقات كافة التي قد يواجهها أطباء العيادات الطبية للقيام بأدائهم المنوط بشكل مجود. كنا بمر دلوقتي مساء دلوقتي على كل العيادات اللي موجوده في مكه، وعددهم 11 عياده، عشان اول حاجه نتاكد من التزام الفريق الطبي اللي موجود معانا ان هو موجود وبيأدي الخدمه، ونتاكد الحاجه الثانيه من توفر كل الادويه وكل المستلزمات اللازمه لعمليه التشغيل. والحمد لله عدينا على كافه العيادات اللي موجوده، ولقينا فيه التزام من الاطباء، لقينا توفر كل انواع الادويه وكل انواع المستلزمات. المرور ده مستمر على مدار الساعه مني ومن كل الزملاء اللي موجودين في اداره البعثه، عشان نتاكد من ان احنا بنقدم كل الخدمه لكافه الحجاج المصريين، ونتمنى ليهم جميعا يا رب تقبل الحج وسلامة العودة لأرض الوطن إن شاء الله. كما تتضمن الجولات المرورية للفرق الطبية عمل الدعم اللوجستي اللازم للعيادات البعثة، من توفير الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات الطبية والدوائية أولا بأول، لمواجهة زيادة المترددين على العيادات الطبية من الحجاج المصريين بشكل ميسر. بنمر عشان نتابع احوال الحجاج في الفنادق التابعه للبعثه المصريه، نتابع حالتهم الصحيه، نتابع لو في حاجات من الامراض الضغط والسكر نتابعهم لغايه ما ننتظم معاهم الامراض المزمنه، نتابع لو في امراض معديه ظهرت لا قدر الله نقدر نتابعها معاهم. برضو من الحاجات اللي بنتابعها امداد العياده اللي موجوده بالادويه اللازمه ليها، امدادها بالتوعيه بوسائل التوعيه للحجاج. التردد عندها وصلت تقريبا 7700 حاله تردد عندنا في مكه من ساعه بدانا فتحنا العيادات. حاليا حتى الان اغلب الترددات علينا بتبقى ترددات لا اما بسبب ارهاق او وجع في القدمين في المناسك، او عشان الجايين من المدينه، بالاضافه للارهاق عموما بالشكل البدني مع الجد الحراري. قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من خدمات تشخيصيه وعلاجيه بل ووقائيه ميسره على مدار الساعه. ما صرش معانا من علاج لكشف لأي شيء. ما شاء الله أحسن استقبال، طبعاً استقبلهن أحسن دكاترة موجودين ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما قصروش مع أي حد كان تعبان، وقدموا أفضل العلاج وكله بالمجان. الحمد لله أنا تعبت في المدينة والجماعة نزلت لهم صراحة ما قصروش معايا في أي حاجة، كشف وعلاج والحمد لله رب العالمين، لما سابونيش لما اطمنوا عليا. خدمة ممتازة واهتمام بالحجاج واهتمام بالمصريين. فرق البعثة الطبية تجوب عياداتها كافة على مدار الساعة للوقوف على مدى جاهزيتها في تقديم خدمة علاجية ترتقي لمستوى الحدث. محمد حلمي، التلفزيون المصري.